انهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل، والتي تتضمن وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة. مبادرة جديدة طرحتها السعودية على طاولة المفاوضات لإنهاء الصراع في اليمن وحرب تدور رحاها منذ 6 سنوات بين قوات الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي. مبادرة الرياض التي تضمنت في جزء منها تفعيلاً لاتفاق ستوكهولم أكدت على بدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي برعاية أممية، إضافة إلى فتح مطار صنعاء وإيداع إيرادات سفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في حساب مصرفي مشترك في البنك المركزي. الرد الحوثي الذي لم يتأخر كثيرا اعتبر أن الطرح السعودي لم يأتي بجديد، وأنه على الرياض وتحالفها إنهاء الغارات والحصار الاقتصادي على مناطقها قبل بدء أي مفاوضات سلام جديدة. لا ينفصل هذا عن الموقف الإيراني الذي جاء في ظاهره داعما لأي عملية سلام في اليمن، إلا أن طهران عددت في بيان لوزارة خارجيتها شروطها وحددتها دون التعليق عن المبادرة. وعلى عكس ذلك جاء الموقف الإقليمي والدولي مرحبا بالمبادرة السعودية بدءا بالولايات المتحدة وبريطانيا ووصولا إلى غالبية عواصم الشرق الأوسط ودول الخليج وكذلك الأمم المتحدة. فالمبعوث الأمريكي الخاص باليمن تيموثي ليدركينغ الذي سبق وأن لمح بضرورة إيجاد حل توافقي إقليمي لحل الأزمة توجه إلى الشرق الأوسط للضغط من أجل قبول خطة وقف إطلاق النار حسب بيان الخارجية الأمريكية. جولة يبدو أنها تأتي بالتنسيق مع المبعوث الأممي لليمن مارتن جريفيث للقاء كبار القادة الإقليميين وقيادات من جماعة الحوثي لمناقشة جهود التوصل لاتفاق سلمي. فهل ستنجح الجهود الأمريكية والأممية في التعامل مع الرفض الحوثي؟ وأي خيارات للأطراف الإقليمية أمام أجندة الإدارة الأمريكية الجديدة التي تضع وقف الحرب في اليمن في مقدمة أولوياتها؟